مذكرات استقدام وإلقاء قبض ستصدر قريبا بحق عدد من القادة الأمنيين والمنتسبين على خلفية التحقيقات التي تجريها لجنة تقصي الحقائق في أحداث تظاهرات تشرين. اللجنة أكدت أنها تنظر في 7000 وثيقة تتعلق بأعمال العنف الخاصة بالتظاهرات، وأنها مستمرة في تلقي الشكاوى من قبل ذوي الضحايا. تم استدعاء أيضا من القوات الأمنية برتبة ضابط من نقيب إلى لواء أكثر من 22 رتبة، وكذلك من منتسبين أكثر من 90 منتسب من رتبة جندي إلى نائب ضابط، سواء كان متضرر أو يعني من الضحايا أو سواء متسبب بإراقة الدماء. سوف تصدر بهذه الدعاوى قرارات قضائية واستقدام وإلقاء القبض بما يمني على القضاة أو رؤية القضاة بالدعوى المقدمة، وكل دعوة لها خصوصية ولها شخوص معنيين بهذا الموضوع. وإلى جانب عمليات التحقيق، تعمل اللجنة على تسهيل المعاملات التقاعدية لذوي الضحايا بالتعاون مع مؤسسة الشهداء، التي أكدت أنها أنجزت كل المعاملات الخاصة بالشهداء وبدأت بمعاملات الجرحى. تم ترويج كل معاملات ذوي الشهداء البالغ 562 شهيد، وتم فعلا إصدار الهويات التقاعدية خاصة بذوي الشهداء، واليوم نعمل على إنجاز معاملات كمرحلة ثانية بالنسبة فيما يخص المصابين. ذوي الشهداء من جانبهم دعوا اللجنة إلى الإسراع بالكشف عن المتسببين بمقتل أبنائهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. احنا قلوبنا فائرة، أولادنا نريدها، احنا ما هي رخيصة علينا، مقهورة على الكتلة اللي انكتلها، انشمر شمر بالسيارة وطاح للقاع، الولد منتهي متكسر من جميع الصفحات، اشتكينا وكضوق وتيهوه طلعوه بكفالة. نتمنى أن تكون هذه اللجنة الأخيرة اللي تكشف عن القتلة، اللي تكون المحطة الأخيرة لكل جراحاتنا. وإلى جانب التحقيق والوصول إلى الجنات، ستعمل اللجنة على تشخيص مواطن الخلل في المؤسسات الأمنية والتحقيقية ورفع التوصيات إلى القائد العام للقوات المسلحة لمنع تكرار ما حصل وعدم إفلات الجنات من العقاب. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.